لا يجيني حيوان مفترس الحين يجلدني. ماني شنو فيه؟ بسم الله. ويلي في وسط الغابة. سلام يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. جايكم بلعبة رعب، لماذا لا يضحكون؟ قبل ان نبدأ شباب، لا تنسوا اللايك، تفعيل الجرس التنبيهات، واذا ما انت مو مشترك اشترك عندي في القناة، ولا تنسوا نشر قناتي. ويلا شباب خلينا نلعب. يا هلا بالشباب مرة ثانية، وهذه بداية اللعبة. حاولت اتحكم في الصوت يا شباب لكن الصوت جدا عالي. وعارفين يا شباب تجربتي سيئة مع العاب الرعب. حطونا في المقبرة هنا، مدري حوش، مدري بيت مهجور، مدري ايش السالفة. انا تعرفوني يا شباب، انا العاب الرعب هذه ما من لعبي يا شباب. طيب اوكي، ايش ذا؟ شو اوكي. اوكي طيب، هذه سيارة مين اول شيء؟ نبي نستكشف الموضوع وانا مدردب هناك. نطلع السطح، نطلع لو فيها تطلع يا ويل حولي. اصبر على القائمة. وين اروح؟ طشيني كذا في البداية كذا. الله ياخذ ابليس، انا اخلعني البروق والرعود ذي وتخلعني. قليبي انا قلبي صغير لا يتحمل يا جماعة. اطلع من هنا، ما في شيء يطشيني هنا يا جماعة. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تبن خلاص بسم الله الرحيم. بسم الله لا بارك الله في عدوهم. اخي ما اشوف شيء، ظلام. مش ظلام ذا من ظلامه. لا يجيني حيوان مفترس الحين يجلدني. ماني شنو فيه؟ بسم الله. ويلي في وسط الغابة. والله العظيم اني منخرش، ما ادري وش ينهي من اللعبة هذي. يا ويلي ولا ها؟ هذا وشنو هو؟ هذا بير العائلة ذا. كان احد غرقان فيه منه. انت فقد. لا والحالي ولا فيه باب هنا. يا الله يا رب انه مفتوح. بسم الله. ولا الله. والباب اللي هناك وش فين هو؟ انا وش انا في؟ هاي ذير كنزينغتون. هاي ذير ما في ذير، ما في يا تعبان. ايه جرس، دق الجرس. والله شنو ذا؟ ما قلت طفي الكشاف. معليش بالله. لا 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 لا، الوضع ما يطمن، الوضع ما يبشر بخير. هذا وشنو؟ حفارة. يا ويل حول يا دوات. يا ويلي ولاه. ولا لا، بروقنا مرعودين يا جماعة. خلاص حساسية الشاشة زي الزفت. في باب هنا وفي باب هنا. تكفى، ما يبغى يفك يا ولد. حمام صح؟ يا ويلي اللي يطلع عليه الشبح. يا واحد متوسخ هنا. دقيقة، أنا قليل أدب، أنا شفتش الحمامات له. هناك يلا يلا. خلاص عرفنا. يا وزيل العرق. بسم الله. غرفة العائلة الملكية. يا أخي كل الأبواب مقفلة في وجهي، كل السبل. لكن أرجع للباب الأول. هذا إيش؟ ها؟ يا ما قلت لك سكه. Hey, show some respect to the old man. اخلعني بكريش تلا بارك الله ذي. ايش بك؟ السلام عليكم. انتم شنو من اللحية؟ ها؟ يا ايش بصنم؟ انطق. خلعته. قال هلا وين؟ ما هو طبيعي. كرش. زفت. خلاص بروح ورب الكعبة انه يخلع. آسف. ما يهرج. لجيته ما يهرج. بسم الله الرحمن الرحيم. لجيته ما يهرج. اوكي. Well, Thomas, gosh. كريشات طيب دي. شكرا. ها؟ Nope. Finding a hotel in a town I've never been to before?
Especially in this weather. It just took a while to get here. Good thing your house is visible from afar. I purposely left you the corner room. It has more windows, and in good weather, it's not so bad. Okay. It is the next room to this one. The bathroom is across the hall. طيب. I've warmed up the water for your arrival. طيب أقول لك. You can go to your room and have some rest there, and I'll cook a dinner for us. طيب. Do you eat bacon? Yeah. Lots and lots of bacon. Okay. There is a key from your room on the dresser. Take it, and leave your stuff in your room. While I'll be cooking another masterpiece. صرت أهرج ها؟ ومطرم. أوكي، أهرج أهرج. أوكي أوكي هات المفتاح طيب، وين المفتاح؟ وين اللي أنت تتكلم عنه؟ أيوه قال لي هنا. بسم الله، أيوه خذه. أفلح. تكفى. لما ياخذه؟ دقيقة. أخذته. أوكي، طيب شكرا. أوكي أوكي. طشيته. أخذته. ما أعرف وين راح. يا طيب المفتاح. شكله اخذته يا اخي التحكم في الشاشه زفت اتوقع انه واحده من الغرف هذه قال لي هنا دقيقه قال الحمام ومدري ايش هذا يا طيب المفتاح دقيقه دقيقه ايش ايش هنا كذا شيء اوكي ها خلاص خلاص كتب هنا هنا الغرفه هذيه فكيته فكينا الباب افتح هذه غرفتي اقسم بالله يا شايب انك ما تبشر بخيرتك سكري سكري الباب سكري الباب لحد يجي لحد يجي لحد يجي تبي النوم ايش في حط الشنطه هنا ولا ايش حطينا الشنطه حطينا I wonder if the rain has stopped already ما راح يوقف it's time for dinner I guess حطيت شنطتي هنا ان شاء الله في امان الله ما حد يجيها طيب اوكي بروح نطلع 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 بروح كريش توقف يخلع شو يسوي شو يسوي واو واتس ان اروما شو يسوي لا ماني جعان ايش تطبخ خمني سوى ها ويل دو يو وونت اني مور بيكن اور سمثينج لا او نو واي بروح اتعب اي ثينك ايم اولريدي اباوت تو بيرست بعد هرج طويل مع الشايب ذا الله يغثه شايفين ذا الشايب خلاص بنروح الحين قال لي يلا خل نروح ننام اوكي Did you decide on that coffee after all? لا no. لا شكرا Thanks. شكرا I just wanted to take a walk before bed خلاص ان شاء الله ان شاء الله اوكي اوكي نبغى ننام يا شباب ها عطها نومه للصبح ان شاء الله على الفجر الفجر بنصحى الحين ليل ها اوكي طلع الفجر والعصفور صنصر طلع الفجر يا سلام يا زين الفجرية وش طب طلعت الشمس ايش رجع and ask and what age of child are you looking for اوكي it doesn't matter much Janet replies as long as they fit in اخي هرج الشايب ذا ما يبشر بخير مره هرج oh my god I thought circus people were kind وش صار did you have I don't know يا ايش الكوب حقك ذا little tom I used to perform a lot وصخ كوبة ذا so they called me that way كفتيره هنا وكروسون مصدي وكوكيز I always felt sorry for the شكرا شكرا يا حبيبي الله يبارك فيك شكرا 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 ارجك كثير يلا راح دور الاستحمام الصابون والميه نبي نستحم يا شباب وين هنا فكينا الماء اوكي الامور طيبه الأمور طيبة يا جماعة. I've been dreaming about it. شكراً. نبي نطلع بس أتوقع إن حابسني ذا الشايب أو الشيء. يا أخي الشايب حابسني، أنا بطلع برا، نشوف. أنا جيت من هنا. أوكي. يا أخي كان فجر. دقيقة دقيقة بركض أبى أستكشف المكان مرة يا كبرى. أول كان في باب هنا كنت بستكشفه. في الليل وأمطار وكذا، خليني أروح له. يو الشبح حق باكمان ذا. دقيقة فك الباب لا تقول مقفل تكفون بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد وش ذا في ذا مضيء ذي شني أو خريطة It's a map. خريطة ايش معها عواد من شني ذي خريطة كمان ملفوفة اوكي اوكي اترك اترك نطلع فوق انا ما ادري موسيقى عشان كذا لاخذ عليها حقوق يحبها قلبك خلينا احنا انا ما استكشفت هنا بسم الله بستكشف هل في شيء هنا موجود؟
بس كذا على السريع. والله المكان مخيف يا شباب. طيب يا شباب وصلت لنهاية اللعب، لا تنسى تدعمني باللايك وتفعيل جرس التنبيهات، وإذا ما أنت مشترك اشترك عندي في القناة، ولا تنسى نشر قناتي. تحياتي لكم جميعا، سلام.